أكثر كلمة رائجة اليوم هي كلمة الفساد. ما بتسمع راديو ولا تلفزيون، ما بتقرأ جريدة أو انترنت، ما بيجتمعوا اثنين إلا والحكي عن الفساد. هلأ بالتعريف الفكري، الفساد بمعناه الواسع هو إساءة استخدام السلطة، أي سلطة، لأهداف غير مشروعة، وعادة بتكون سرية. مشان شو؟ مشان تحقيق مكاسب شخصية. الفساد هو انتهاك لمبدأ النزاهة والأخلاق والبطلان، هذا كله مفهوم. لكن اللي غير مفهوم هو هل السلطة مين مكانت ووين مكانت هي الفساد، أم إنه الشعب بأكتريته مشارك بالفساد، ساكت أو مستفيد أو متواطئ؟ الجواب واضح يا عزيزي، كلنا فاسدون، هذا رأيي، فكر فيها.